إذا مشاهدينا الكرام نبقى معكم متابعينا لتطورات الشأن اللبناني مع هذا التصعيد الإسرائيلي المتلاحق خاصة في الأسابيع القليلة الماضية. غارات عدة شنتها إسرائيل في العمق اللبناني واستهدفت بشكل محدد الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، مما أدى كما تابعنا منذ قليل إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء في لبنان الشقيق. عموما نقترب من جانب من التفاصيل مع ضيفتنا الكريمة التي تنضم إلينا على الهواء مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت، الكاتبة الصحفية الأستاذة كارولين عكوم. أهلا بك أستاذة كارولين. مساء النور. أستاذينك نبدأ بالتطورات السياسية أو الصعيد السياسي ونقرأ معك هذه التصريحات التي تبعتها الكثير من التغطيات الإخبارية مرتبطة بالرئيس الفرنسي عندما تحدث على أنه فرنسا لن تسمح بأن يكون لبنان غزة جديدة، وأيضا أوضح إلى إمكانية عدم تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، تلك الأسلحة التي تستخدم كما نعلم في حرب الاحتلال الإسرائيلي في غزة. عموما ما قراءتك لهذه التصريحات؟ هل يعتبر تحول حقيقي في موقف فرنسا من كل ما يجري في منطقة الشرق الأوسط أو في المنطقة العربية؟ يعني لا شك موقف فرنسا هو ليس الأول من نوعه، لطالما عرفت فرنسا بمواقفها الداعمة للبنان، وهي يعني في كل المبادرات السابقة إن كان فيما يتعلق بوقف إطلاق النار أو المبادرات الرئاسية أو بالتاريخ، يعني إذا عدنا إلى التاريخ دائما فرنسا هي إلى جانب لبنان. وهذا التصريح الذي قاله الرئيس الفرنسي لا شك أنه مهم، إنما المشكلة تكمن إذا صح التعبير في بين مزدوجين القيمة، قيمة الدولة الفرنسية اليوم في ظل كل هذا الصراع الذي يحصل، لا سيما كلنا نعلم ان الاساس اليوم في هذا الصراع هو ايران وامريكا وطبعا يعني اسرائيل، وبالتالي تقوم فرنسا بجهودها، لكن المشكله تكمن في الخطوات العمليه على الارض، وهذا يعني ما دائما يعني نصطدم بالمشكلات والعوائق في لبنان، وهذا ما سمعناه يعني وما يظهر ذلك ما سمعناه يوم أمس من وزير الخارجية الإيراني في بيروت عندما بعدما التقى المسؤولين اللبنانيين، وقال يعني المسؤولون اللبنانيون كانوا قد قالوا أن نحن مستعدون لوقف إطلاق النار لتطبيق القرار 1701. عاد هو بالمواقف إلى ما قبل اغتيال أمين عام حزب الله وقال نحن نتمسك بربط الجبهتين، ربط جبهة غزة وجبهة بيروت. وبالتالي ما أقوله أن هناك الكثير من المواقف الجيدة داعمة للبنان، لكن المشكلة تكمن بأن القرار ليس عند فرنسا، إنما القرار عند الدول الفاعلة بشكل أكبر في هذه المرحلة، وطبعا هي إيران وأمريكا. ولكن إذا ذنت لي، حتى ولو تشكلت هذه القناعات لدى كثير من اللبنانيين بضرورة فصل الجبهات وأن تترك غزة وحدها تواجه مصيرها، الاحتلال الإسرائيلي مرارا وتكرارا يعلن أنه لديه ترتيبات ما بالنسبة للبنان، ما بقي حزب الله على الساحة. يعني أنا لا أقول أنه نترك غزة تواجه بمفردها، لكن كلنا نعلم أن كل لبنان هو مناصر للقضية الفلسطينية ومناصر لغزة أيضا، ولكن الواقع الذي وصلنا إليه اليوم لابد من اتخاذ قرار بأن نحن نقوم دائما مع غزة وندعم غزة، لكن اليوم لبنان لم يعد يحتمل الاستمرار في هذه الحرب، لابد من اتخاذ خطوات تصحيحية إذا صح التعبير. ما قام به حزب الله عندما اتخذ القرار بفتح جبهة الإسناد هو لم يعد إلى هذه الحكومة، لم يعود بهذا القرار، أو لم يعني اتخذ القرار بمفرده. وبالتالي اليوم نجد توافقا لبنانيا بعد كل ما حدث في لبنان أن هناك يجب فصل هاتين الجبهتين مع الإصرار والتمسك بمناصرة غزة بكل الوسائل الممكنة، لكن أعتقد أن لبنان اليوم لم يعد يحتمل المزيد من ما يحصل، يعني كلنا نشاهد على الشاشات ماذا حصل في لبنان. يقينا أستاذة كارولين لا يدرك يعني تأثير الجمر أو تأثيرها أو شدتها أو قسوتها إلا من يقبض عليها بيده، يعيشها. ولكن إذا أذنت لي أيضا أن أتسع صدرك في السؤال التالي، بدلا من البحث على فكرة
انه الاستقرار ياتي للبنان، الا من المفيد ان يطرح السؤال الان الاشمل والاعم، وهو احلال السلام الدائم في المنطقه، وان يحصل الفلسطينيون ايضا على حقهم في اقامه دولتهم، وتنعم المنطقه كلها بالاستقرار والسلام الدائم، بمعنى هذا الخيار الذي اختاره العرب منذ عام 2002 وهو مبدا حل الدولتين. لا طبعا طبعا طبعا، في كلنا داعم لفكرة الاستقرار لفلسطين، هذا لا خلاف عليه. أنا أتحدث بشكل أساسي في جبهة الإسناد التي فتحت اليوم. نحن يمكننا أن نكمل في مناصرة فلسطين بكل الوسائل، إنما أعتقد اليوم أن لبنان لم يعد يحتمل الاستمرار في هذه الحرب. نحن نطالب بتطبيق القرار 1701 الذي كان يعني قد صدر على مجلس الأمن، وكان هناك أفرقاء من حزب الله في الحكومة اللبنانية وافقوا عليه. اليوم نحن نطالب بتطبيق هذا القرار، لأننا إذا عدنا إلى التصريحات الإسرائيلية في الفترة الماضية، إسرائيل لم تعد تطالب بالقرار 1701 وهو إقامة منطقة عازلة في الجنوب، هي باتت تطالب اليوم بال 1559، أي نزع سلاح المقاومة. نزع سلاح المقاومة لم يكن أيضا، أعتقد يعني إذا كان هذا الطلب وباتت يعني ترفع من مستوى طلباتها إسرائيل، لن يكون أيضا في صالح حزب الله في هذه المرحلة، وإن كان يعني أنا والكثير من اللبنانيين نتمنى أن يكون حزب الله له مثل أي حزب في لبنان، لكن ما نطالب به اليوم هو تطبيق القرار 1701، مناصرة فلسطين بكل الوسائل. لا أحد يقول عكس ذلك في لبنان، عظيم. إنما كما قلت حضرتك يعني منذ قليل، ما نعيشه نتمنى أن لا نصل إلى أن تكون بيروت ولبنان غزة ثانية، لأن لبنان صراحة لم يعد يحتمل. طيب، مع تأكيد كل الأطراف المعنية في المنطقة على فكرة ضرورة التهدئة والاستقرار والوصول إلى أي شكل من أشكال التسوية السلمية، لأنه بنيامين نتنياهو يصر على التصعيد أكثر وأكثر، لاحظنا ذلك في أكثر من مناسبة، خلط الأوراق بحرفية عالية وكأنه الرجل يعني يتحكم في مقادير كل الشعوب في المنطقة. الآن أما وأن وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه ما بين إيران وإسرائيل، الحديث الآن لم يعد حول هل سترد إسرائيل أم لا، التوقيت الآن أو السؤال الآن كيف سيكون رد إسرائيل على إيران، ما بين حديث حول ضرب المنشآت النووية أو المنشآت النفطية إلى غير ذلك. في ظل تأكيد حضرتك وأصوات كثيرة تبحث عن الاستقرار والهدوء، هناك خطر آخر يلوح في الأفق، وهو ضربة إسرائيلية ستوجه إلى إيران، وإيران بطبيعة الحال سترد. كيف تبدو لك الصورة فيما يتعلق بالتطورات الميدانية واشتباكها مع القناعات السياسية اللي حضرتك أشرت إليها؟ يعني لا شك اليوم نحن أمام مرحلة مفتوحة على كل الاحتمالات. هناك تصعيد عسكري بعد الرد الإيراني الذي رأيناه، وهناك اليوم التهديدات الإسرائيلية، ولكن هناك بعض المعطيات التي تشير إلى أن تنسيق يحصل اليوم بين هذه الدول كي يكون الرد منسقا إذا صح التعبير، وأن لا يستهدف المنشآت النووية الإيرانية كي لا ندخل في حرب إقليمية أكبر. إذا لم يحصل ذلك وإذا حصل الرد الإسرائيلي كان أكبر من ذلك، لا شك أن نحن سندخل في حرب إقليمية. ولكن أتمنى وأعتقد اليوم أن ليس من مصلحة أمريكا الدخول في حرب إقليمية. نحن نعرف الوضع الأمريكي اليوم، بايدن اليوم لا يريد الدخول في الحرب، ونحن على أبواب انتخابات أمريكية. فأعتقد وأتمنى ذلك أن تكون الردود تقتصر على يعني منشآت عسكرية، منشآت اقتصادية، ولا ندخل في حرب إقليمية. عموما أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإطلالة الموجزة معنا، وكل الخير والأمن والسلام نتمناه لشعب لبنان الشقيق وكل الشعوب العربية. الأستاذة كارولين عكوم الكاتبة الصحفية متحدثة إلينا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك.